دايما في صوص كده بيتقدم مع الاسماك، وده بيبقى صوص عباره عن مايونيز وشويه حركات. تعالوا اقول لكم عليها. محتاجين ايه بقى عشان نعمل صوص التارتار؟ محتاجين كوبايه من الخيار المخلل المفروم، وبصله حمراء مفرومه كله يتفرم رفيع كده، ربع كوبايه من الشبت، ومحتاجين كمان بقدونس مفروم ربع كوبايه، ممكن بعصير الليمون يبقى نص كوبايه، يبقى كوبايه صغيره على حسب انت بتحبي الليمون كتير ولا قليل، فده براحتك خالص، بس المفروض ان الصوص ده يبقى الليمون فيه واضح. محتاجين كمان كوبايتين من المايونيز، ومحتاجين معلقه كبيره مستردة، وتوم باودر، وبصل باودر، وملح، وفلفل اسود. تعالوا بقى نحط كل الحاجات على بعض على ما البشاميل هنا يربط، و كل الاسماك بتاعتي كمان تبقى استوت. الطف حاجه في الطاجن ده انه ما بياخدش وقت خالص خالص خالص. يلا بينا نجيب سباتولا. ادي المايونيز، وادي الخيار، وادي البصل. عايزين نزود زبادي كمان براحتنا خالص، ممكن نزود زبادي مفيش مشكله، والزبادي اليوناني هايل. اي صوص انتوا عايزين وحاسين انه محتاج يبقى اخف شويه، نعمل ميكس على طول بالزبادي اليوناني او بالزبادي العادي مع المايونيز. يعني تحطي زبادي يوناني وتحطي عليهم معلقتين مايونيز. نحط كمان الشبت كده، نحط شويه من الحاجات الباودر بتاعتنا، ونحط كمان المسترد كده اهو، شويه من الخضره، المسترد هنا ملحه فما تزوديش ملح، والمايونيز كمان ملحه مظبوط قوي، وحاطين ليمون. دوقي اذا مل يعني الملح عندك او حدقك عالي زي ما بنقول، زودي انت الملح والفلفل اذا حابه. انا هحط شويه فلفل اسود صغنطتين جدا، رشه كده، وكده يبقى الصوص جاهز. ناخد بس اخر حبه مستردة. صوص لذيذ قوي قوي قوي. ساندوتش الفيليه المقلي، محتاجين سمك فيليه كيلو، ممكن يبقى اقل طبعا، معلقه كبيره من الثوم المفروم، 2 فلفل حراق، ربع كوبايه من عصير الليمون، وملح وفلفل. للتغليف كوبايتين بقسماط مطحون، معلقه كبيره من النشا، 2 بيضه، كزبره، مفيش احنا شلنا الكزبره صح؟ اوكي، ومعانا كمان دقيق، والدقيق اختياري، ممكن تضيفيه او تشيلي اللقطه بتاعه الدقيق دي خالص وتخليها بيض وبقسماط بس، او تضيفيها وبرده بتبقى اضافه لذيذه. ومحتاجين زيت للقليه. علشان نعمل الساندوتش هنحتاج بيبروني من بوميت، 3 بصلات حلقات، 3 طماطم حلقات، بقدونس مفروم، ربع كوبايه من الشبت المفروم، جبنه شيدر شرايح، وسماء. انا مش لاقيه السماء، هو السماء ما جاش؟ اهو. يلا بينا. اول حاجه هنتبل السمك، هناخد السمك بتاعنا كده الفيليهات، وهنبقى مطمنين ان الفيليه قطعه مربعه كده. هناخد قطعه الفيليه وتبقى مربعه، متنشفه كويس قوي من اي حاجه، من ميه، من اي حاجه، زي ما انتم شايفين دي قطع الفيليه. هنحطها كده ونبتدي نتبلها. التتبيله بتاعتنا هنا، ادي الليمون، اهم حاجه الليمون بالنسبه لي. انا عايزه كمان اتبل شويه الحاجات دي اللي خدتهم من الوصفه اللي قبلها عشان نعمل ساندوتش ميكس. هنحط كمان توم كده، نحط فلفل كمان يديله طعم حلو قوي، وهنحط ملح وفلفل، ولو عايزين تزودوا بهارات سمك مفيش مشكله.
الملح والفلفل والثوم بالنسبه لي والفلفل الحامي مهمين ولذاذ جدا، هيدوني الطعم اللي انا عاوزاه. المفروض نتبله قد ايه؟ بنتبله ربع ساعه تلت ساعه، مش كتير خالص. تتبيل السمك كتير مش احسن حاجه، كل ما تبلنا السمك كل ما كان طعمه بقى حادق اكتر، بقى طعم الثوم اكتر. الثوم من الحاجات اللي بتتبل على طول كده اون ذا سبوت كده، واحنا اول ما نحط الثوم على السمك على طول في ساعتها يلقط، ومع الحراره بيدي الطعم، فما فيش مشكله فيه، مش زي اللحوم وكده السمك بيلقط على طول. وبعدين هاخده كده من التتبيله دي، خلاص تبلت انشف كده كويس واعصره من الميه وكل حاجه، واقوم واخداه. بس الاول اضرب البيض سريعا سريعا، طبعا الزيت جنبي سخن. هاخد البيض كده نحط للبيض ملح وفلفل برضو، هنا ناخد البقسماط والدقيق والبيض. الاول هحط في الدقيق، انت شايفين الدقيق ولا تحبوا اغير وضع اي حاجه؟ اه تمام اوكي. وبعدين البيض، وبعدين على البقسماط بالشكل ده، نغطيه كويس قوي بالبقسماط. لو عرفنا ندخله التلاجة يسقع بس كده ويتشمع كويس ويمسك نفسه يبقى هايل، ما عرفناش خلاص هنبقى مضطرين كده زي حالاتي ان احنا نقلي على طول. يلا بينا. الدقيق الاول، الدقيق ده ليه هنا؟ علشان ينشف لي السمكية، يعني تبقى كأن يشرب كل المية، مبقاش فيها اي مية خالص، عشان انا عايزاه من غير مية خالص، فيحافظ على اللون. وطبعا السمك ما بياخدش وقت في التسوية ابدا. تعالوا نروح نبص عليه. نقلبه كده، وهكذا دقيق وبقسماط. اهم حاجة نكبس كده البقسماط كويس، وكمية البقسماط تبقى كمية كبيرة في حاجة غويطة، ياخد بقسماط من كل الجوانب. ونروح نبص، ونقلب الناحية دي كمان كده. وادي هاخد كمان الجمبري والكاليماري، هعمل نفس الحاجة كده اهو، بدرهم بالدقيق. وبعدين هاخد الكلام ده احطه في البيض. الجمبري بقى يا جماعة جربوا تقلوه كده ببيض وبقسماط، هتدعولي طعم تاني خالص غير اللي بالدقيق. اللي بالدقيق حلو طبعا، متعودين على طعمه بالدقيق، بس البانيه ده تحفة. وادي حلقات كمان الكاليماري بالشكل ده. عايزين نطلع كل اللي في الطاسة عشان زمانهم خلاص، شيل الكلام ده كده عشان اعرف اتحرك. نسيبها تاخد لون كويس بس طبعا ما تتحرقش، وفي نفس الوقت هنقلها بس على نار اعلى شوية. اه لا ده البوتاجاز قفل اصلا. لازم يقفل في الوقت المناسب، مش عارفه افتحه.
مش عايز يتفتح. لا لا مش بيتفتح. طيب يلا بينا. لا مش عايز طلع. لا انا هلملم كده هنا على ما نفتح البوتاجاز عشان كل الدقيق اللي ايوه. يلا بينا. اعلى حاجه بقى. طيب الحمد لله. اشتغل الحمد لله. انا اللي شغلته. حد خد باله؟ انا اللي انا من ساعه ما ابتديت البرنامج وانا بشغل بوتاجاز. يلا بينا. عايزه لملم بس الحاجات دي علشان بتبهدل الدنيا طول ما انا شغاله. احنا وصلنا لحد ان احنا قلينا السمك، هطلعه دلوقتي من الزيت اللي اخد لون الحلوة دي. خلاص كده بصوا اللون بالبيض والبقسماط حلو ازاي. هو ده اللون اللي بيبقى في ساندوتشات الجاهزة اللي بنشتريها من المحلات. تعالوا نجهز الساندوتش على ما ننزل بالثالثة دي. يلا بينا ننزل بيها كده. هحتاج ايه؟ هحتاج عيش كايزر، هحتاج صوص التارتار، هحتاج بيبروني من بوم ميت. وقلينا الحمد لله. بصوا بقى ندي كده الالوان دي علشان نطمن ان كله تمام وكله استوى. القليه لونها كده مظبوط جدا فله. يلا هنعمل الساندوتش، بس خلوني اوريكو الاول علشان نشتغل في الوصفه الاخيره بتاعتنا وبعدين نعمل الساندوتش ده. محتاجين ايه بقى عشان نعمل المكرل؟ يلا بينا. محتاجين صفحه المكرل فين يا ولاد؟ اهي. محتاجين سمكه مكرل كبيره، اوكي؟ والتتبيله بتاعتها هتبقى ثوم مفروم، فلفل حراق، عصير ليمون، ممكن نحط خل او ما نحطش براحتكم، كزبره جافه، كمون، ملح وفلفل اسود. عشان نعمل ساندوتش هنحتاج ثلاث بصلات حلقات، طبعا ده براحتكم بصلايه او بصلتين، ربع كوبايه من البقدونس المفروم، ربع كوبايه من الشبت المفروم، الكرنب الاحمر والسماء الباودر. يلا بينا. اول حاجه السمكه المكرل اهي. هلبس بقى الجلوفز علشان اوريكم السمكه المكرل. سمكه المكرل دي دلوقتي حتى بقوا يعملوها زي الرنجه مدخنه، فالناس اللي بتحب المكرل بتنبسط بيها جدا. مش عارفه. يلا بينا. انا بسخن الطاسه على النار عشان عايزه كاني بالظبط هشويها، يعني يمين وشمال وكل حاجه، بس عايزه اوريكم انا عملت فيها ايه. اهي بصوا، نشيل بس شرايح الليمون كده. بصوا السمكه شلت الراس وشلنا منها كل الحاجات سلسله الظهر وكل الشوك وكل حاجه، وبعدين هناخدها كده. عايزين تتبلوا على فكره تبلوا، مش حابين تتبلوا برضو بملح وفلفل مفيش مشكله، بس انا ايه يعني احب ادي برضو السمكه حقها شويه. نديها كده ايه خل، نديها ليمون، عصره ليمون كده، فلفل كده 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 كده. نروح بقى ناخد الزبده على النار
وعليها شوية زيت. الساندوتش ده بيقدموه في تركيا زي ما قلت لكم في على البحر كده، لذيذ قوي. خلونا ايه نبص كده ايه الاخبار هنا. تمام، وهنعمل سندوتشات الفليه حالا. حاضر، بس ايه اطمن ان الدنيا ماشيه معايا هنا. اوكي، يلا ناخد سندوتش نجيب بقى العيش الكايزر ونحط فيه الصوص الاول، صوص التارتار كده اللي احنا عملناه مع بعضينا. وهنفتح كمان، خلينا نحطه هنا، هنفتح من بوميت البيبروني وناخد عشان كاننا ايه بنحط، عارفين البيبروني اهو هو ده، كاننا بنعمل كوردون بلو بالظبط. حط الصوص والبيبروني كده كده اهو، وبعدين خلينا نفتح ازيد شويه. تعالوا نجيب الطبق ونحط الساندوتش اوكي ماشي. يلا ايوه، الطبق بتاعنا على شكل سمكه. وممكن نحط كمان جرجير، خلينا كده نحط له كمان حاجة خضرة. طيب نعمل واحد تاني، بس نبص على هنا الأخبار. هنا بقى نحط الجرجير كده الاول، حطيت هنا الكابوريا، عارفين الكابوريا اللي هي ما بتبقاش كابوريا ولا حاجة، بس بتتباع في السوبر ماركت كده، تبقى مكتوب عليها اصابع الكابوريا اهي. يلا هي مصنعات يعني. وممكن نحط كمان قطعة السمك كده، وممكن نحط عليها القطع من الكاليماري المقلي اللي احنا حطيناه. تعالوا نحط هنا كمان كاليماري كده، ممكن نحط ايه كمان، ممكن نحط بصل. تعالوا نحط البصل كده، نبص هنا على السمك. تقريبا خلاص، انا بس عايزه اسوي الخضار شويه اللي احنا هنحط السمك فيه، بس تعالوا نعمل ساندوتش تالت سريع. هنا بقى نحط من صوص التارتار تاني كده، ونحط السمك كده، ونحط الجمبري او نحط طماطم، ونحط ايه كمان، احنا عايزين نفتحه كده زي التاورز. بس ايه الجرجير من تحت احلى.
نحط جمبريايه وشويه من الكابوريا يدوا لون كده، نحطها كده خلاص. تعالوا بقى هنا نشيل الكلام ده ونحطه على ورقة من المناديل علشان نشوح فيها الخضار اللي هنعمل بيه الساندوتش اللي بعده. الخضار عبارة عن ايه بقى؟ الكرنب والبصل. تعالوا ناخد البصل كده تشويحة بسيطة، يعني مش تشويحة تشويحة كده. والكرنب والايه تاني، ناخد الشبت والبقدونس بس مش دلوقتي. يدبلوا بس، عارفين الحاجة لما تدبل كده، عايزة ادبلهم بس. نحط شوية الخضرة وملح وفلفل وشيلهم من على النار. ده هنخلصه بس ايه، نخلص كل حاجة هحط لهم زبدة كمان علشان يبقى الطعم احلى. هحط من السماق كده علشان يديني نفس الطعم والنكهة بتاعة الساندوتش اللي اكلته هناك. نشيل المعالق دول ونجيب معلقة نظيفة علشان نعمل الساندوتش. ده الساندوتش اللي حطيت فيه الجرجير، هحط فيه من الصوص كده اللي احنا عملناه برضو بالشكل ده. هاخد من السمك المكرل وبس ايه، واحدة واحدة كده. وهحط جوه الساندوتش، شيل اي شوكة او اي حاجة تلاقوها بالشكل ده. وبعدين نحط الخضار كده، نحطهم فين؟ نحطه هنا. اوكي، نعمل واحد تاني. نحط الخضار وبعدين السمك وبعدين الصوص كده. نحط شوية خضرة ونقفل كويس. دول الساندوتشين اللي عملناهم النهاردة، وكانوا زي ما انتوا شايفين كده سهلين ومش محتاجين تفاصيل كتير ولا اي حاجة. تعالوا بقى ايه، نحاول نقدم كده حركاتنا النهاردة بالشكل ده. نحط شوية من الخضرة هنا كمان كده. حاضر، يلا
ماشي. مين بقى تحطوا الجبنه التشادر بتاعت البرجر دي، بتبقى لذيذه قوي وما فيش مشكله خالص ان احنا نضيفها على الساندوتش كاننا بنعمل ساندوتشات برجر بالظبط. نقدم الصوص كمان، يلا بينا. عملنا النهارده صوص التارتار، الصوص اللي بالمايونيز وبالبصل وبشويه حركات لذيذه جدا، بتحط عليه شبت وخيار مخلل